أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند إلى عمقها التاريخي، مشيرا إلى أن أوجه التعاون المشترك تشهد تناميا مستمرا في إطار العلاقات الاستراتيجية بينهما، بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد جاستن سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، حيث نوه سموه بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.